إن سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر، منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله، وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب للمخلصين من عباده. إن في سيرة حياة النبي الرحمة والهدى قيما مجردة عابرة للزمان والمكان، لعل من بينها الثبات على الحق وعلى الإيمان خاصة في الأوقات الصعبة. فكم من اختبارات قاسية تعين على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجتيازها، وكم من محن وشدائد هائلة تعرض لها النبي الكريم وتعرضت لها الرسالة المحمدية، وكم كان الثبات في وجه تلك العواصف الهوجاء عظيما وشامخا بإيمان لا يتزعزع في نصرة الله وعمل مستمر لا يعرف للتواكل طريقا. الحضور الكريم، يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة. فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما عقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملاً في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحاً كثيفاً لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية. ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة. والحق أقول لكم إن عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري، وإن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته قد أثمرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله، لا سيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين. السيدات والسادة، إن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد لكل ذي بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين الذين يعملون صالحا ابتغاء مرضات الله وتحقيق مصالح الناس، وإننا إذ نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام نثق في الله سبحانه وتعالى وفي قدرة شعبنا الصامد الأبي على اجتياز الصعاب مهما كانت،
وتحويل الأحلام إلى حقيقة وصنع المستقبل المزدهر الآمن. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا والأمة الإسلامية والإنسانية كافة في خير وأمان ورخاء. قبل ما أختم كلمتي بالسلام عليكم، احنا كنا امبارح موجودين في الإسماعيلية وكان في احتفال بتخرج شباب الجامعات، والحقيقة الاحتفال ده رغم بساطته لكن الحشد اللي تم فيه استدعى حاجة في نفسي غريبة جدا. بتقول بقى في أمة يكون شبابها بالحجم ده ويبقى عندها قلق على بكرة؟ صحيح، في أمة يكون شبابها بسم الله ما شاء الله بالقمة بالعدد ده وبالحجم ده والقدرة دي تبقى قلقانة من بكرة؟ ده بكرة ده بتاعهم هم، بكرة ده بتاعهم هم، وهم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على ان هم يحموا أقدار هذه الأمة من أي شر أو مكروه. فالحقيقة كنت لازم أسجل ده، ما لحقتش امبارح أو ما عرفتش امبارح إن أنا أسجله، لأن ده إحساس تولد في حينه. يعني أنا بقول كده للناس في مصر عشان يعني في الفترة اللي احنا فيها ديت هنجد دايما كتير من ال يعني كتير من ال البهتان والإفك والإثم والشرور والكلام اللي لا يليق. واسمحوا لي أقول لكم يعني لكل الناس اللي بتتكلم بالطريقة ديت، مفيش أمم أبدا قامت إلا على الصدق والعمل والأمانة، لا على الكذب ولا على الافتراء ولا على الهدم. ويمكن وخلوني هنا أسجل بتقدير شديد كلمة فضيلة الإمام، أحسنتم. صحيح أحسنتم فضيلة الإمام في كلمتك الشاملة الطيبة العميقة. ما فيش أمة في العالم تطلع قدام أبدا من غير ما تأخذ بأسباب الدنيا، ولكن بيحرسها مسار أخلاقي عميق، ولو تخلت عنه لا يمكن اللي بيتخذوا منهج الأشرار، وأنا بقول أشرار لأن أنا أنأى بنفسي على أن أنا لا يمكن في أمة تطلع لقدام. وأنا بقول للأشرار اللي هم يتصورون أن ممكن ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين، ما فيش نجاح غير بسبيل المصلحين. الهدم والخراب والتدمير والتشكيك والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن، دي مش سنن ربنا، والله هذا الأمر ليس من سنن الله أبدا. كان بس مهم أقول لكم كده ليكم وانتم دعاء بتتحدثوا الى الناس في المنابر، وانا بكرر الكلام ده كتير ليكم، احنا المنهج اللي احنا ماشيين بيه صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وامين ومخلص لله وشريف كمان في هذا المسار، ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بنا دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى. يعني لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة. لكن انا بقول تاني، مش هقول لكم اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، هقول لكم اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى. اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى.
مش عايز اطيل عليكم، كل عام وانتم طيبين، وان شاء الله دايما مصر بخير وسلام وامان بفضل الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.